يعني بشكركم طبعا، بشكر كل جمهور الفنان محمود ياسين في العالم العربي كله، بشكر كل الجهات الرسميه والغير رسميه، بشكر كل المشاعر الحلوه والاهتمام، ومدعاة فخر بالنسبه لنا. الاستاذ محمود الحمد لله ادى دوره في الحياه بشكل محترم وعلى المستوى الفني والانساني، الحمد لله. يعني احنا فخورين بيه جدا وهنفتقده جدا، لكن سنه الحياه وان لا وان لا راجعون. بشكركم جدا، شكرا. طبعا محمد رياض زوج رانيا محمود كان واقف جنب زوجته والعيله، واكد انه كان بيعتبره والده، ونفى انه يكون فيروس كورونا سبب من اسباب وفاته. لا خالص 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 خالص، كانش ده خالص. هو كان في مستشفى المعادي العسكري، وزي ما كل تقريبا الناس عارفة مستشفى معاد عسكري لا تقبل حالات كورونا، عشان ما حدش بس يقول الكلام ده تاني. ولو يعني مش حاجة عيب ان حد يصاب بكورونا او كده، لكن لا، ما كان هو كان في المعاد العسكري، ومستشفى معاد عسكري كانت لا تقبل الكورونا. طبعا انا عايز اشكر جدا جدا يعني السادة المسؤولين اللي وقفوا جنبنا، اشكر جدا الرئاسة، واشكر جدا الناس اللي هم ساندونا الفتره اللي فاتت، بشكرهم جدا جدا يعني، شكرا. طبعا التاثر كان واضح جدا على كل النجوم اللي حضروا واللي عاشوا مع محمود ياسين مسيره فنيه طويله، منهم سهير رمزي اللي كان واضح عليها شده التاثر لرحيل محمود ياسين اللي ترك بصمه باعماله الحلوه واخلاقه العاليه، هذا اللي اكد عليه باقي النجوم لترندينج. كان فنانا جميلا وإنسانا أجمل حقيقة، يعني تاريخه مشرف وصعب تعويضه. كل إن إحنا فقدنا قيمة وقامة كبيرة برحيل الفنان الكبير محمود ياسين، مشوار كبير من النجاحات، وقدم للسينما المصرية كل حاجة، قدم مئات الأفلام، عمل كل حاجة، مفيش حد قدم أفلام قد الفنان الكبير محمود ياسين. كان مثال الصديق الوفي المخلص اللي بيحب عمله، اللي بيحب فنه، اللي بيحب أصدقائه، اللي بيحب زملائه. أستاذ محمود كان راجل عظيم وكان فنان جميل وكان صديق، وكنا بنتنافس على مدى سنوات طويلة، لكن كانت منافسة شريفة ونفسه بكل الحب وكل الصداقة. هو كان فنان عظيم وتاريخ كبير جدا جدا وعطاء كبير، غير بقى من الناحية الإنسانية قد إيه كان رجل بيحب الأسرة، بيحب كل زملائه، بيحب كل الناس المبتدئة يشجعها. فنان قدير ومحترم وساب لنا تاريخ عظيم، يعني تاريخ سينمائي رائع، اشتغل مع كل الأجيال اللي قبله واللي معاه واللي بعده، وفي كل تاريخه مشرف جدا. يعني كان في حب كبير بينه وبين الناس، هو كان انسان راقي ومحترم وشديد الخجل. استاذ محمود والقامات دي مش هتتكرر تاني، دي ناس ليهم بصمه استثنائيه، وناس مهدوا الطريق للي جم بعدهم وساعدوا اللي جم بعدهم، ما اعتقدش انه هيتكرروا، فالخساره بتبقى كبيره قوي. أما أحمد السقا اللي كان من أول الواصلين على مكان الجنازة، بقي موجود إلى انتهاء الدفن، وقف بجانب شهيرة اللي انهارت من البكاء، وقف بجانب عمرو يواسي وقال كلمة مؤثرة عن الراحل. الله يرحمه ويحسن إليه، ومش هيغلى على خلو واللي خلف ما ماتش، يعني اللي خلف ما ماتش. الله يرحمه أستاذ محمود، قيمة وقامة تربينا عليه وعشنا عليه، وكنت لي الشرف إن أنا أشتغل معاه، حاجات كتير اتعلمت منه، حاجات كتير والله، مش مجاملات عشان واقف قدامكم، بس اتعلمت منه حاجات كتير. الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته، قولوا امين امين يا رب. انا شكرا يا جماعه، شكرا. الله يرحمه ويحسن اليه. وقت الصلاه على الجنازه كان في عدد كبير من الناس، والشيخ قبل ما يبدا الصلاه على الجثمان طلب من المشيعين انهم يحافظوا على النظام ويتركوا مسافات امنه بين بعض للحفاظ على سلامه الجميع من خطر انتقال عدوى فيروس كورونا، وفعلا الكل التزم بالاجراءات وقيمه الصلاه بكل هدوء ونظام. طبعا نحن تواصلنا مع بعض النجوم اللي ما قدروا يشاركوا بالجنازة نظرا لظروف كورونا الصعبة، مثل نبيل عبيد اللي قالت كلمة مؤثرة عن الراحل، شكرته فيها على كل الذكريات الحلوة اللي تركها وراء. محمود ياسين فنان مش هيتكرر، مش هيتكرر في فنه، في أخلاقه، في معاملاته مع زمايله ومع الناس، لن يتكرر. شكرا على كل الذكريات الجميلة اللي تركها في أفلامه، وسيبقى طول العمر أيقونة فنية خالدة. أيضا الممثل حسن يوسف قال كلام مؤثر عن أخلاق محمود ياسين العالية، واتمنى الرحمة والمغفرة له والصبر لزوجته وأبنائه على فقدانه.
والله انا يعني ادعو له بالرحمه والمغفره وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل فتره مرضه يعني تكفيرا عن ذنوبي وكلنا اصحاب ذنوب، وان يجعل مأواه جنه ويصبر زوجته واولاده. فقد فقدوا قيمه وقامه كبيره جدا، فنان كبير خلوق، رجل طيب، زميل محترم، خساره كبيره للوسط الفني. ولكن هذا حال الدنيا. لو نتذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البريه، توفاه الله وعنده 63 سنه، فيعني لنا في رسولنا اسوه حسنه. ربنا يرحمه، ما نقدرش ربنا يرحمه، وكل من يحبه يقرا له الفاتحه ويدعو له. وبالتزامن مع وقت الجنازة، روزي دياز الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نعت الراحل محمود ياسين من خلال نشر بوست مؤثر على تويتر، أتكلمت فيه عن دوره الفعال لما كان سفير برنامج الأغذية العالمية وأعماله الخيرية اللي ساهمت في دعم مكافحة الجوع.